الناس. انت بتعتبر حالك رجل صالح كأب؟ نعم، انا تجوزت بكير لحتى فهم بي كيف بيعملوا عيلة، كيف بيحترموا المرأة، نسوان والمرأة، وكيف يربوا الأولاد. خلينا نسمع نرجع نحكي في مجال. تفضل. انت حدا مجروح من جوا، انت حدا موجوع من جوا، انت بتطلع بتصرخ وبتعيط وفوق انت حدا تعبان. بتوافقني او لا؟ لا. تعبان لوين وصلت بتعبك اسعد رجلين؟ وصلت بتعبي انه انا عشت كل هيدا العمر. ايه، من ابن 10 سنين بيحلم بوطن. طيب هلا اكتشفت انه لن يكون هناك وطن. لن يكون؟ لن يكون هناك وطن. ولا شبه وطن ولا شيء. هيدي قناعة تامة. هلأ صرت عم بروق. هيدي الثورة اللي بقلبي واللي اللي حدا عم يسمع وعم يسمع سمعوا أو ما سمعوا، هلأ هلأ عم بروق. هلأ عم بروق. الوجع كثير كبير. خلص لوين وصلت بوجعك؟ يعني وصلت لمحل أنت مرضت لحك. أنت اليوم لوين وصلت؟ صح. لوين؟ وصلت أنه عملت جلطة. بس شو وصلت؟ الأهرب الموضوع مش أنا ما وصلت، ولادي ما وصلوا. يعني اليوم أنت ما في معك حدا تقريبا، مش مقهور أنه وصلت لمرحلة أنه توصل لتعيش أنت هون ولادك هونيك ومرتك هونيك وأنت هون؟ جاوبني على هيدا السؤال السريع، شو أقرف شيء بحياتك؟ هذا الواقع أني أنا أعيش وحدي. إيه؟ بس مش عايش بوحدي. أوكي. لأنه في عندي اتصال أو علاقة مع الله إذا بدك، أو مع المسيح، أو مع أي من هالناس اللي ضحوا بحياتهم كرمال الناس وكرمال البشرية. على اتصال دايم بتسير أنا والمسيح، بتسير أنا بنقره بنقرني بسبه بسبني، ما بعرف، ما عندي مشكلة. يعني حالة الوحدة مش عايشة. أنا عندي سؤال. نعم. أنت اليوم إرفان هيدا البلد. نعم. عرفان سياسيين هيدا البلد. نعم. عرفان وصلت لمحل بتقول انه انا هيدا البلد خدوا باسبوري وما بدي اياه. صح. صح. انا كلبناني اليوم كيف بدي اتقبل اقعد احكي مع شخص منه عنده وطنيه لهيدا البلد؟ كيف اليوم بدي اتقبل من شخص بينكر انه هيدا البلد هو اللي عمله؟ وجاوبني على السؤال، مين جابرك تبقى هون؟ مازال انت كشخص ناكر لهيدا البلد، ناكر لهيدا البلد. العونيين كلهم بيقولوا هيك، يعني مش انت يعني. مين؟ العونيين. اوكي. هيك بيقولوا عني يعني، ايه. اوكي، مازالك هالقد انت اليوم عندك كره لهيدا البلد ولهيدا الشعب. يا خيي احمل حالك وفل على اللي بالمقابل، اللي شو هو الوطن؟ شو؟ الوطن هو ارض وشعب. اوكي. ومؤسسات. كثير منيح. ومين يقود هذا الشعب ومن سيسر الأمور. أوكي. نحن عنا أرض ونص شعب وما في سياسي. أول شغلة. أصبح أنا ما تحسبني على الوطني. طب مفل. بعدين لا بدي فل. يا خي فل. لا يا خي. بس ما فيك تضل كل الوقت عم تحكي عن لبنان. لا هيدا 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 لك يعني وحدك. لا منه لإلي وحدة. إني عطيني إياه. مين عطيني إياه هذا؟ شو؟ بس هن مخلينك بعده. مين عطيني إياه الوطن؟ بيك وامك اللي توفوا. ايه. هن اللي اعطوك اياه. ايه. بس جاوبني بعد ما مدفونين هون هن. شو؟ مدفونين هون. عار كثير منيح، فاذا احترمهم واحترم هالبلد. محترمهم، ليش بدي احترم البلد؟ على شو؟ شو؟ احترمني البلد؟ شو؟ البلد محترمني؟ ايه. انا بياخذ مني كل شيء بده مني. ايه. البلد. ايه. عم ياخذوا، شو عم يعطيني؟ طب عال، ما انا هيدا عم بسالك اياه. ايه. انا كيف بدي اشوف تمام بلاقي انا بامريكا؟ بروح لعندك. اهلا وسهلا. عبكره انا رايح بعد وراك، لحقني. ايه. قل لي شو غير قصة الوطنية؟ الأرزي؟ ما عم أرزي. وين؟ ما فيش أرز اللون؟ الانتماء؟ ايه انتماءك. الانتماء لشو؟ يعني اليوم بيقولوا إنه أنت بلا وفا أسعد رشدان، وفا أنت لمين؟ بلا وفا لوطنك ولأرزك ولشعبك. شو عمل لي وطني أكون وفي له؟ طب ليه بعدك قاعد فيه؟ يا خي تعزمني على عشاء. تعزمني على عشاء. طب سؤال، ليه بعدك قاعد فيه مازال ما عمل لك شيء هيدا الوطن؟ بس جاوبني على هيدا السؤال، ما بدي شيء. لك يا خي أنا خلقان وربيان. طبعا بس منه عايش. في ارتباط. في ارتباط؟ في ارتباط بالهذا بالبلاط. بهذا الحجر. أرض. انت بتقول انه انا ما عندي ارتباط بارضي. كيف انا؟ انت بتقول انا ما عندي ارض لارتبط فيها. لا. شو لا؟ لا لا.
شو؟ مش لا ما بقول ما عندي أرض، ما عندي أملاك. إيه ما لها علاقة هاي. أنت بتعتبر حالك قوي بالصوت العالي؟ أنا قوي بالصوت العالي؟ عم بسألك. ما بعلي صوتي أنا. أنت على طول ما في غير نازل صريخ بآخر فترة. وبتكتب بطريقة لازعة. إيه. مين أنت؟ ليش بدك تحكي بهالطريقة؟ اليوم أنت واجباتك تحترم رئيس جمهوريتك، اليوم مضطر تحترم هيدا البلد اللي أنت معيشك ومسكنك. لا 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 معيشني ولا عمل لي شيء. مينك؟ أكل لي حقوقي. مين هو اللي أكل لك حقوقي؟ هيدا البلد. كيف أكل لك حقوقي؟ هيدا البلد. إيه كيف أكل لك حقوقي؟ بكل شيء. ما جاوبني؟ بكل شيء. بدي أسمع كيف أنا عندي أنا اليوم؟ شو؟ مش بس انت ما كل العالم هيك يعني فيكا. طيب اذا الناس طيب. اذا الناس خانعة طب رح ارجع اسالك يا سؤال خانعة. تفضل تفضل ظهار من هيدا البلد ما بدي اظهر من هالبلد طب ما بقى تنتقده الي الي مش انت صوتك إيه. بيوصل الي الي هيدا البلد الي إيه؟ اسمع الرعبة اللي ما بده إيه؟ انا خلقان وربيان هون اوكي وهيدا البلد بلدي اني نزعوا اني عم ياخذوني حقوقي اني عم يوصلوني لهالمرحله طب شو انا شو هيدا الصوت العالي لوين وصلك ما بيوصل مطره حدا اريك ما بعرف ما حدا في يعني في مليونين انسان ايه؟ اقل له ايه؟ بيحكوا بنفس اللغه في مليونين انسان في بنزل بالشارع في مليونين انسان مقهورين مش قادرين يحكوا صح مبسوطين فيي لانه انا صوتي بيوصل كلنا مقهورين بحكم انا مسخر انا مسخر شهرتي الفنيه لحتى ارفع صوت العالم واوصل لهم صوتهم انا عم ضحي ايه؟ بشهرتي الفنيه ايه؟ وبمهنتي ايه؟ لوصل صوت العالم ايه غير هيدا انا تخليت عن هاي جنسيه لانه معي جنسيه تانية طب مش عيب تقول هيك ارفع راسي في الصوت عيب شو عيب شو عيب شو لما انا بس انزل على مطار هيوستن انا هلا اوكي انسان محترم انا بيقول لي المسؤول بالكاستمز اللي بفوتر بيشرحوك تيابك بيحلحوك من اجرك بيشرحوك بيطلع بطاقتي انا عمري فوق الـ 64 بيقول لي استاذ انت تشلح من اجرك شو بدك يعني؟ اليوم انت عم بتقول لي انه انا اليوم ياخذوا مني هيدي الجنسيه نعم. عن جد مش هلا عم بسالك سؤال يمكن في كثير عم يحتاروك عم يسالوا هيدا السؤال عن جد ما بتستحي تقول يا اخي بس جاوبني خليني بس كمل السؤال ما بتستحي عم تقول خذوا هيدي الجنسيه اللي هي جنسيه بلدك وطنك لا تيجي تقول لي معزز مكرم بامريكا بوقت انه امريكا ما عملت لك شيء كيف ما عملت لي شيء شو اما قلت لك معاشك ايه؟ اما قلت لك شغل ايه؟ شو بتشتغل بامريكا انا ايه؟ حتى اقعد هلا انا بقبض $1,000 فريش بالشهر بس هيدا هو يعني انت المصاري هي اللي مقعدتك اللي مريحتك لا يا اخي شو لكان لا يا اخي ما انا بس وصلوا لي انا وقعتان شو العلاقه انا تبع عم يردوا لي تعبي ايه؟ انا عم يردوا لي تعبي انا علمت 25 سنه بالدوله صح سنة الـ94 لما تركت كان لازم يكون تعويضي بحدود $40,000 أي. طلعوا دولار 3000 ليرة طلع تعويضي $3,900 هيدا البلدي هيدا وطني عطيني حقي ها أو هلا عم يعطيني حقي هلا عم يعطيني حقي عندي $40,000 بالبنك ما بيطلعوا إذا جيت تفسروا بيطلعوا $5,000 وصلت لمرحلة إنه عزت مصاري؟ أكيد وصلت اكيد انا لما بيعبي سيارتي اليوم عبيتها انا مضطر اروح اليوم كنت على بيروت وارجع لهون لكن وين كنت رايح ارجع اروح على بيروت وين كنت رايح اليوم اليوم ايه؟ كان عندي موعد مع مين لقاء مع اذا ما بدك تقول مع لا 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 مع عضو المجلس النيابي السابق اللي مشتقيل الياس حنكاش ايه؟ مع حفظ الالقاب ايه؟ والاستاذ سامي شميل كتائب يعني نعم طيب لا بده بدعوه يحب يقعد انا معك ايه يقعدوا معي شوي قلت له بكل بكل فخر وعاد ازاز ورحت استعد هلا هويتك اللبنانيه تخزقها على الهوا عم بسأل انا ما بدي هين شو ما بدك اكثر من اللي عم تهينه انا بتخلى عنها ايه خذوها ما تشيها اتخلى عن جنسيتي ما بدي اياها ما أنا لا أنا في فرق بين أنك خزق هويتك أو قالوا خزق باسبوري لا خزقت باسبوري خي بس أنا ما بجدد باسبوري بروح بجيب باسبور أمريكاني الهوية اللبنانية موجودة بيطلبوها مني على حاجز بيطلبوها مني تدافع جدد دفتر السويقة هي شغلة طبيعية حقي المكتسبة يا جماعة لك هودي هودي أقل هو أقل حقوق أي أجلك حيوان بالبلد عنده حقوق جاوبني على هيدا السؤال
واحد بيعترف عن حاله انه انت اسعد رجلين بهيم، كيف بتقولها؟ بقولها. انت بهيم؟ بدك اقولها مرة تانية؟ لا، بدي اسألك انه كل هيدي الفكر وال شو الفرق يعني؟ شو؟ البهيمي اهم، انا اهم من البهيم؟ البهيمي انا اهم؟ مين اهم انت او البهيمي؟ مين اهم انت او البهيمي؟ حسب. لا عم بسألك انت، ما زال انت حكيت بهذا الشيء. هلا بكره بيمسكوه علي وبيمشوا مرات. جاوبني اسعد رجلين اليوم. طب خي ما عم بقدر افهمك، شو بدك؟ هين قالت بكونتكست معي. مظبوط، بس انت اليوم، انت اليوم شو بدك؟ انت اليوم عندك شريحه كثير كبيره تكرهك. كتر خيره. ايه بس انت ممثل. ليش انا بدون هاودي كلهم رح يحبوني؟ شو بدون هول يعني؟ بس انت ممثل يا اسعد. اذا كنت ممثل ايه، ما انت لازم تكون إيه للكل. إنسان. شو انا انسان؟ ايه انا انسان، انا انسان عايش ببلد. اوكي. ايه شو شو من الناس بتحبك انت؟ لا. الحجر شو ما عملت؟ اوكي. الحجر. معلش اعطيني بس. تفضل. اكيد. 22 سنة. 22 يا. انه انا لكل الناس بتقلي شو بدك بهذا وشو بدك بيه، تمام. انا يمكن بعكس كل الناس لما تعرفت عليك، لما شفتك لقيت الانسان اللي عنده الكاريزماتيك، الانسان الخلوق، الانسان المهضوم، الانسان الفهمان. كل هولي شفتهم انا. شكرا. ما شفت غير هيك. شو يعني بقول انا؟ لا، هني ناس، كل الناس عم تقول هيك وبمشي على الاساس. شو بده الناس؟ شو بقولوا الناس؟ الناس بتعبوك يا حبيبي. اكيد. مش هيك. انا ما بردع حدا. في مليونين بيكرهوني، في مليونين بيحبوني. صح. شو بدي باللي بيكرهوني؟ معهم بصيروا يعرفوا. هلا هاو الناس اللي عم يدفعوا مليون و700 الف ليره اشتراك 5 امبير بالكهرباء، هاو بعد بدهم يكرهوني 60 سنه عليهم اذا بيبقى واحد معهم على وجه الارض. 60 سنه و70 يوم و50 ثانيه عليهم. اخر همي لك، اخر همي قل كلمتك وامشي. انسى. ما بدي شيء من حدا. اللي بعتني كيس طحينه ياخذوا، اللي عطيني عبي لي جالون بنزين ياخذوا. انا كنت واقف على محطه البنزين عبي جالون بنزين، ما حدا جاب لي جالون بنزين على بيتي. رح اقول كلمتي وامشي. لا ايه ما عليه. نعم. اسعد رجلين انت زعوري. شو بتقول؟ أنا شو؟ زعوري. زعوري؟ يعني اليوم بيقولوا إنه هيدا الميليشياوي، هيدا اللي بإيديه في دم، اللي بده يحكي بالوطنية بده يكون زعوري وميليشياوي وبإيديه دم. شو بتجاوب؟ أول شغلة ما في بإيدي دم. ليه ما قتلت؟ لا. كيف؟ لا. لما كنت تنزل كنت مدافع. شو يعني مدافع؟ كنت مهاجم. إذا حدا هجم عليك ما كنت تقتله؟ ساعة بقتله بحرق دينك. بتعرف بدك تحرق دينه 100 مرة بقوسه 100 رصاصة إذا جاي يقتلني. أي. إذا جاي يقتلني 100 رصاصة على المكفول وما مش متراجع ومش ما مستر. بتفكر؟ لا، بس أنا ما بقوس، ما بهجم على بيت أو على حدا أو على مطرح. أنا ما بهجم. ما بهجم لهلا. ما بهجم. انا كل هيدا هجومي اللي عم تسمعه بالسياسي هو هجوم دفاعي. ايه بس انت ما عندك مانع اليوم تنزل على ارض تحمل سلاح بوش خيك الانسان اللبناني؟ خي انسان شو؟ ايه العوني منه خيك الانسان؟ عوني؟ ايه. جاوبني على السؤال. ايه طبعا. خيك الانسان او لا؟ خي الانسان. تحمل سلاح بوش او لا؟ حبيبي انت إنسان. بس جاوبني، تحمل سلاح او لا؟ ما بحمل سلاح ضد حدا. اذا هجم عليك العوني ما بتحمل سلاح؟ بهرمه. للعوني. بهرمه هيك وهيك. إذا هجم علي حامل سلاح علي ليقتلني، في واحد بده يموت بس مش أنا. اليوم صار في حرب أهلية مسلم ومسيحي، أنت بتنزل بتقتل المسلم خياك الإسلام؟ لا، أنا رح فل على أمريكا قبل ما نوصل لهالمرحلة. حتفل؟ وهالمرحلة بعتقد جاي. خيي بس إنه أي متى حتفل؟ لا لا لا، أنا ما بدي. ما أنا فرت شغلي. أنا قلت أنا لو كنت بعين رمانية وقت اللي صار اللي صار. ايه شو كنت عملت؟ انا كنت حملت سلاح وقوصت. على مين؟ على اللي جاي هي حامل الار بي جي وجاي علي. اوكي. انا بحسد اللي قوصه. اوف. الار بي جي.